لدينا اتصال هاتفي مع الأخ الأستاذ يحيى العابد الإعلامي المعروف. أستاذ يحيى مرحبا بك وكل عام وأنت بألف خير. ما الذي تود قوله ورسالة توجهها للشعب اليمني في هذه المناسبة العظيمة والخالدة؟ بداية تحية لك ولضيفيك الكريمين، وإذا ما إذا هناك كلام يجب أن يقال فهي تهنئة من أعماق القلب لكل أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ثورة سبتمبر المجيدة وأكتوبر الخالدة، ثورة الانعتاق والتحرر والبناء والعطاء، الثورة التي يعول عليها الشعب اليمني وعول عليها كثيرا في المستقبل في الحاضر لبناء اليمن الجديد، للنهضة، للعمران، للسلام، للأمن والاستقرار. ويسرني باسم كل محبين وطنهم و الباحثين عن العودة إلى الوطن والانتصار على هذه الشرذمة الكهنوتية أن نحيي الأبطال الرجال الميامين الذين أوقدوا الليلة شعلة الثورة 26 من سبتمبر في عاصمة الساحل الغربي في نخاء تهامة التي تعكس كل ما يعتمل قلوب اليمنيين من أبناء تهامة وغير تهامة من محبة وولاء ووفاء للثورة الخالدة 26 سبتمبر. وأجدها فرصة لأتحدث عن نقطة مهمة جدا. أعتقد أنه عندما يتحدث الكثير عن ماضي الثورة، ما كيف الأوضاع ما قبل الثورة وكيف وضعنا ما بعد الثورة وما رضعنا من الجمهورية، من أهدافها، من المساواة، من المحبة، من العدل، من السلام، من التعليم، من الصحة، من الأمن، من الأمان، وكل الجوانب هذه، علينا أن نتحدث على نقاط مهمة جدا هي جزء من سرد تاريخ الحالة اليمنية بشكل عام. أتحدث عن ما أشاروا إليها هذه العصابة الكهنوتية في خطابهم وحديثهم اليوم عندما يتحدثون عن سبتمبر، وفي خطاب المدعو المشاط باسم سبتمبر، ويغالطون الشعب اليمني، يكتبون على الشعب اليمني عيني عينك ودون أي اعتبار. من يتحدث عن 26 سبتمبر أقولها رسالة للمشاط ومنهم معه ومنهم على شاكلته، عندما ترفع اللوحات والأعلام داخل صنعاء واللوحات العملاقة احتفال 26 سبتمبر كما احتفلتوا ب 21 سبتمبر، قد نصدقكم، قد وليس مؤكدا أن نصدقكم. عندما تحدثوا عن منجزات 26 سبتمبر ودورها وتاريخها وآثرها في المجتمع اليمني، قد نصدقكم، لكن تتحدثون وتعولون وتبكون، تتحدثون عن ثورة جبت بلا مرتبات، تتحدثون عن ثورة نهبتم الأطفال، تركتم الأطفال، قتلتم الأطفال، وتقولون ثورة. عندما نتحدث عن الثورة، عن قيم الثورة، ما حققته من إنجازات، ما من فخر، من مجد للشعب اليمني بشكل عام. كيف يتحدث أستاذ يحيى، كيف يتحدث عن ثورة 26 من سبتمبر وهدفها الأول هو إنهاء الامتيازات بين الطبقات بينما هو جاء لتكريسها؟ هذه المشكلة عندهم أستاذ فيصل. مشكلتهم أنهم يريدون أن يقنعونا أنهم جمهوريون، يريدون أن يقنعونا ليس عندهم هذه العقدة العنصرية والسلالية، يريدون أن يقنعونا، وهم يحاربون كل من لا يمت إلى مذهبهم، إلى قيمة الاثني عشرية القادم من إيران، من لا يمت إلى ما يريدونه باتجاه الشعب اليمني. هذه عصابة تنفذ أجندة خارجية، تحاول أن تجر الماضي إلى الحاضر بكل قبحه، بكل أحقاده، بكل آثاره السلبية على الشعب اليمني. كان العهد ما قبل ثورة 26 سبتمبر كان عهد جوع وفقر ومرض. الآن ماذا يعاني الشعب اليمني؟ يعاني الفقر والجوع والمرض، وعليها الإضافات الجديدة التي دخلت بامتيازات موقعة باسم الحوثية وهذه العصابة الكهنوتية. جاءوا باسم الخمس، يعني جاءوا باسم الخمس ونهب الأموال وغيرها من المسميات التي لا نعرفها. يا أستاذ فيصل، إنهم لا يريدون أن يجعلوا لهذا الشعب اليمني أن يتطور، أن ينمو، أن تستمر فيها الحياة، أن تستمر فيها العيش. وأقولها بصراحة، أنظر إلى مشهد أمس، يصورون ملايين الريالات أو مليارات الريالات تم نهبها على الأخت بلقيس الحداد في قضية استثمارات وما استثمارات ومضاربة كذا، ويظهروها في ميدان 70 أن هناك قوافل تدعم الجيش، يكذبون على الشعب من أموال الشعب، وتلك الأموال من أموال ناس مساكين كانوا يكتاتون ويعتاشون منها، وكان الوضع طبيعي فيه، ما فيش أي مشكلة. لكن أينما وجدوا مال يستطيعوا أن ينصبوا منه
أن يجعلوا منه إطارات يتحركوا في إطاره وأيضا يكذبوا على الشعب اليمني، وإلا واحد لا يدفع مرتبات المواطنين الموظفين ألا يستحي ويظهر بهذه المبالغ في ميدان عام؟ نعم نعم، والشعب يموت، والشعب يموت جوعا ويتحدث عن الإمكانية والمعاناة الإمكانية. يعني من كيف يريدون أن نصدقهم؟ الإنسانية إذا كانت هناك إنسانية، هناك الساحل الغربي، هناك الحديدة، تم فتح المعابر الإمكانية من أجل المواطن اليمني، وأنتم نهبتم كل الأموال التي تأتي من خلال المدفوعات الجمركية والضريبية في الساحل الغربي أو في محافظة الحديدة، وجعلتموها أكواد شخصية لكم. نعم. وبأسماء خاصة وكل الشعب اليمني. فعموما في نهاية الحديث نحيي المقاومة الوطنية الشجاعة، نحيي كل أبطال الجيش اليمني في كل موقع، في كل ميدان يناهض هذه العصابة الكهنوتية ويريد أن ينتصر لإرادة الشعب اليمني بالحرية والعدل والمساواة. أشكرك. وخصم الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته ومجتمعه في هذه العصابة الحوثية ولا غيرها. أشكرك جزيل الشكر للصادح العابد الإعلامي المعروف، شكرا جزيلا لك.